مساكم الله بخير جميعا. فكرة حلقة اليوم بإذن الله أننا راح نتجول في الشوارع التركية وراح ناكل أهم الأكلات الموجودة في هذه الشوارع. لنكثر الكلام خلونا نروح ونبتدي حلقة اليوم. توني واصل حق السلطان أحمد، بس قبل نروح ونجرب أكلاتها إيش رايك نشوف كم لقطة حق هذا المكان. توني واصل تقسيم بالقرب من شارع الاستغلال، وإن شاء الله الحين راح نجرب بعض الأكلات الموجودة هنا. هذا السميد نوتيلا وصار عندنا، إن شاء الله الحين راح نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا ناخذ لنا لقمة ثانية، لكن واحنا قاعدين غير الواحد الحين وهو قاعد يقدر ياكل على راحته. بسم الله. وهذا شكلها من الداخل، للأمانة حلوة، لكن مشكلة مثل ما تلاحظون العجينة ثقيلة، يعني مو من النوع اللي بسهولة تقدر تاكلها. يلا علي قول بسم الله. لا تعطي رايك على طول، ابيك تاخذ راحتك قبل لا تعطي رايك. جاب زوايا. ها يعني ما عجبتك؟ طعم النوتيلا شلونه، زين يعني ولا تحسه من النوع الرديء؟ النوتيلا اوكي بس شويه، مو حط وايد، احس حاط مسحه بس على السريع. ها تتوقع انه يحتاج انه يحط كميات اكبر؟ ها هو يزيد النوتيلا تكون انعم طريه اكثر من العجينه. شغل مضبوط. لا 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 كذب. لا 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 تشكر تشكر. لا لا قاعد يقول ببلاش. لا لا تشكر تشكر تشكر. نكدر؟ لا 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 تشكر. لا 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 ما في. لا لا بس زياده. لا لا تشكر. عيد المبارك شيخ. يا مو راضي ذبحنا. الله ذبحنا. تشكر تشكر. للأمانة الرجال ما قصر معانا، وحاولت اني اعطيه الفلوس اكثر من مره ما رضى، فلا تقصرون معاه. عندكم هذه عربانته موجودة في تقسيم سكوير، وهذه الذرة وخذيناها وإن شاء الله الحين راح نجربها. نقول بسم الله ونجرب الذرة. بسم الله. لحظة لحظة، علي اسمح لي ما راح خلي لك شيء. يلا مع السلامة. وهذه الكستنة واشتريناها وان شاء الله الحين راح نجربها. بسم الله. ايوه اول شيء شو نسوي؟ نفتحها. ايوه الحين نقول بسم الله. وهذا شكلها من الداخل. خلينا نجرب لنا واحدة ثانية عشان نتأكد. نقول بسم الله. أحلى شيء فيها إنك تحس بطعم الشواء وانت تاكلها. قول بسم الله. تمام. شنو اللي عجبك فيه؟ من المطبوخة. شلون لينة يعني ولا شلون؟ نص لينة نص يعني، مو لينة. الطعم؟ طعم مضبوط. حلو يعني مضبوط. ها؟ مضبوط. يحتاج ملح أو شيء؟ لا. حلو.
وهذا السحلب اخذناه على الجو البارد، لازم اجربه الحين. يا جماعه الجو وايد بارد، يلا خلينا نجرب مع بعض السحلب، هذا ان شاء الله يكون حلو. خل اوريكم اول شيء شكله. هذا شكله مثل ما قاعد تشوفون. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هذا بعد بدون سكر، بصراحه طعم وايد حلو. احسن شيء بالبرد. طبعا بالنسبة حق السحلب السعر 45 ليرة. هذا اسم المطعم، ولو تلاحظون صاير مقابل الشارع. راح اطلب ان شاء الله هذه وايضا هذه وهذه. نقول بسم الله ونجربه. بسم الله. بالنسبة حق اللحم بعجين العادي للأمانة يعني بالنسبة لي بصراحة عجبني. الحلو فيه ان العجينة مالته خفيفة وسهل انك تاكلها، لكن المشكلة على ما صورت شوي برد. وان شاء الله الحين راح نجرب لحم بعجين، لكن مع شنو؟ مع الجبن. شكل الأمانة مختلف عن اللحم بعجين العادي. خلينا نشوف راح يكون احلى او لا. بسم الله. ايوه وهذا شكلها من الداخل. ناخذها ونقول بسم الله. بسم الله يا مرتي رجل، يبي لها لقمه ثانيه. بسم الله. اللي مع الجبن قويه قويه. واخر شيء راح اجرب من هذا المكان واللي هو فطيره لحم المفروم بالجبن. نقول بسم الله ونجربها. والله شلون تنقطع. ايوه بسم الله. طبعا هذا شكلها من الداخل. ناخذ لنا قطعه بسيطه وصغيره ونجربها. بسم الله. طعمها حيل قريب من البيتزا. وهذا الوافل وخذيناه وان شاء الله الحين راح نجربه. للامانه الشكل يشهي، لكن خذوق الحين ونشوف هل يستاهل او لا. نقول بسم الله ونجرب. بسم الله. ناخذ لنا شويه من الفراوله. بسم الله. اوه يبي لها المره نجربه مع شنو؟ نجربه مع الموز. بسم الله. شوف 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 الكاكاو والشغل الطيب. للأمانة بالنسبة للوافل كان نوعا ما عادي، يعني ما هو وايد واو أو حلو حيل، كان عادي. وأنا لاحظت شغلة إن اللي يحب الأكل ويبي يستلذ وهالسوالف لي أرتكوي، لأن أرتكوي باختصار حق التصوير حق البهرجة وحق هالسوالف، لكن الأكل الحقيقي تلاقيه بأماكن ثانية. والحين وصلنا أورتكوي. طبعا اللي يورتكوي ما يصير ما يجرب شنو؟ البطاطا الخاصة مالتهم. فان شاء الله الحين راح نروح نجربها. نقول بسم الله ونبدي نجرب. بسم الله. خلينا نحط شوية الجبن. الهلبين والشوية الصوص الحار اللي حاطينه معطي لذعة وايد حلوة. خلينا نشوف الحين راي علي. يبي له شوي واحدة ثانية. ايوه. شو رايك فيه؟ ممتاز. من اي ناحيه؟ يعني الشيء اللي عجبتك فيه يعني؟ يعني كله على بعضه حلو يعني، جاي على الجو ماشي وياه. هذا مال الجو يعني. الجو هذا يحتاج هذا.